اليوم بعد ما أعلنت الشرطة أن نحو 1000 شخص أوقفوا في البنجاب منذ اندلاع الاحتجاجات، ما مصير هؤلاء وما ردات فعل الشارع على هذا؟ طبعا سيد الفاضل، لو تكلمنا عن الاحتجاج في اسلام اباد رد اعتقال عمران خان، الاحتجاجات اليوم اساسا اقل بكثير، والاشتباكات اليوم اقل بكثير مما حصل بالامس، بل ان اسلام اباد لم يكن فيها يعني لم يظهر فيها متظاهرون كثر كما كان يامل حزب الانصاف. هي دائما ما تخذل حزب الانصاف في هذا. كان هناك حتى مقاطع فيديو منشوره على الانترنت لانصار حزب الانصاف وهم يعيبون على أنصار الحزب في إسلامباد بأنهم ليسوا كف وليسوا شجعان بما فيه الكفاية للخروج، بل وطالبوا أنصار الحزب في إقليم خيبر بختون خالي القدوم لنصرة عمران خان والتظاهر من أجله. المظاهرات ليس بتلك الأعداد الغفيرة الكبيرة كما يتم تصويرها، وإنما هي أعداد بسيطة. من قام باقتحام فيلق لاهور في إقليم البنجاب في لاهور لم يكن يتجاوز 600 إلى 800 شخص باعتراف الحسابات الإنصافية. إذا نحن نتكلم عن أعداد بسيطة وليست أعداد مهولة كما يتم تصويرها. هذه الأعداد، أعداد المتظاهرين وأعداد الغاضبين، سوف تأخذ بي نستطيع أن نقول يعني أنها سوف تصبح أقل وأقل مع مرور كل ساعة وكل يوم. اليوم برأيك هل الجيش يمكن أن يعني ذكرت بأنه ليس انقلابا بالمعنى أن يتولى العسكر أو تتولى القوات المسلحة زمام الأمور، ولكن تسلمها لجهة مدنية. بما أن الجيش جرب هذه الجهة المدنية أو بعض الجهات المدنية وكانت حالة الاستقرار هي التي سادت خلال الفترة الماضية، هل الجيش هناك سيناريو بأن الجيش بنفسه هو من يمسك بزمام الأمور في باكستان؟ سيد الفاضل، هذا سوف يجر على باكستان عواقب هي في غنى عنها. باكستان للتو خرجت من القائمة الرمادية. باكستان في حاجة دعم من صندوق النقد الدولي. باكستان في حاجة أن تبقى علاقاتها مع الدول الغربية قائمة كذلك، سواء نتكلم عن الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. في حال قامت باكستان بانقلاب عسكري، نحن نتكلم عن فرض عقوبات على باكستان في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، لا يمكن لباكستان تحمل هذا. لذلك الحل الأمثل للخروج من أزمة كهذه هو انقلاب عسكري بصبغة مدنية، أو ما يسمى ب civilian martial law، يعني انقلاب عسكري مدني. فهذا يعني هذا ما يجري حاليا في باكستان، وهذا ما يتم التخطيط له في باكستان. ولكن السؤال الأكثر أهمية، من هي الوجوه التي سوف تأتي في حال حصل هذا؟ هل سوف نرى نفس هذه الوجوه ونفس هذه الوجوه السياسية هي من تكون في الحكومة الانتقالية؟ هذه سوف تشكل معضلة للمؤسسة العسكرية إن أتت بنفس الأشخاص، لأننا نتكلم أنه في حال تم القدوم بنفس الأشخاص، إذن فالجميع سوف يعرف أن المؤسسة العسكرية فقط ضد شخص واحد وهو عمران خان، وأنها تقف في صف الأحزاب السياسية الأخرى. ولكن في حال أتت حكومة انتقالية تبتعد تماما عن هذه الوجيه السياسية لفترة وبرهة من الزمن حتى تستتب الأمور في باكستان، ربما هذا لعله يمتص غضب الشارع الباكستاني. طبعا في حال تم تقديم القيادة السياسية هذه أساسا للمحاكمة.